السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أميرة كويزين دي زاد. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جيتكم في فيديو كانوا بعض الأخوات طلبوه مني، يعني بون سيتي سؤال اللي كان ينطرح أشاك فوا، يعني بغيت نجاوب عليه باختصار في الفيديو باسكو تجاوبوا في اللايف يعني تقدر وحدة تسمع الإجابة تاعك وحدة لا. وحده قالت لي واش تنصحيني فيما يخص المقلات الكهربائيه، يعني لا فريتوز الكتريك. اليوم ان شاء الله شوفوا، انا كنت ديجا درت لكم فيديو من قبل يعني نصحتكم على نوعيه تاع لا فريتوز. كاين اللي ما فهموش الفيديو تاعي، يعني انا البنات نصحتكم يعني لو موديل، ما نصحتكمش لا مارك ولا لا طاي هذيك اللي انا ديتها، يعني قلت لكم واش هو النوع تاع لي فريتوز اللي دو بريفيرونس نشروه. اسكو هذوك اللي يجوا نورمال مدورين بالبلاستيك، ولا اسكو اللي تجي لا كوف تاعهم اموفيبل يعني تتنحى تديمونطا. وانا نصحتكم يعني باللي تجي لا فريتوز اللي يجوا يعني لي بياس تاعها يديمونطاو باش تجيكم سهله في النيتواياج. انا كنت شريت لا بروميير مولينكس، راكم تقدروا تصيبوها في الفيديو الاول. هذيك النهار اللي شريتها انا درت غلطه، ماشي غلطه يعني سيتي با غلطه، ما انتبهتش يعني صراحه. المقله هايله، طيب تري تري بيان، تسخن بالخفت، دير دي فريت بنانه، لي فاسيل ا اونترتينير اي تو. المشكل تاعها البنات سيك ترفد بزاف الزيت، ترفد ربع ريتلات تاع الزيت، يعني ربع ريتلات بزاف بوغ اون فامي نومبروز، يعني عائله اللي تكون كبيره بزاف تخدم لهم، باسكو تقدري تقلي كي قريب كيلو ورطل تاع لي فريت في ضربه واحده، يعني اللي يكونوا عائله بزاف تقدر تخدم لهم. انا ما نكذبش عليكم ما خدمت ليش، باسكو هردتني في الزيت، راكم تعرفوا الزيت ابخي 12 فوا يعني تاع القليه، 12 خطره تاع القليه لازم لها تتبدل، 12 خطره لما مانيش غلطه من المعلومه، نورمالمون في 12 خطره تدخلوا فيها 12 فوا وتبدلوها. يعني ما نكذبش عليكم هردتني بزاف، ولو عندي 7 ريتلات ولا تاع الزيت يعني حاجه مات، يعني حاجه بزاف عليا. هنا بدلتها البنات، شريت واحدة اخرى صغيره عليها، وهذيك سي نورمال غسلتها رفتها باذن الله، رايحه تروح للدار تاع ان شاء الله الا كتب ربي للجزائر. هنايا شريت هذه البنات اللي راكم تشوفوا فيها هنا، هذه سي لا مارك سيب كيما راكم تشوفوا هنا، اصلا اجوستي لو بي فوالا البنات كيما راكم تشوفوا هنايا، هذه لا مارك سيب. بون البنات انا يعني نعطيكم رايي، مانيش نقول لكم روحوا شروها ولا، يعني كل وحده كاين اللي تقول لك ما نبغيش لي فخيت مضر بالصحه، على بالنا بلي لي فخيت مضر بالصحه، مي دو طون زون طون يعني انا من شخصيا ما نقليش كل خطره، بالك مره في السمانه ولا دي فوا مره في ال 15 يوم، يعني كي يكونوا عندكم ذراري ويكون عندكم مسؤوليات كبار توسا يكذب عليك اللي يقول لك انا ما نديرش لي فخيت، يعني ابخي هذا صوالح يقعدوا حريه شخصيه. هنا كيما قلت لكم البنات هذه لا مارك سير كيما راكم تشوفوا، شوفوا فيها يعني هذه لي فريتوز، شوفوا فاش ملاح البنات. بون هنا هذه ديجا شوفوا راني استعملتها، راني استعملتها دو فوا باش جيت نعطيكم رايي فيها، يعني من نروحش نشريها نديباليها من الكارطون نقول لكم وي مليحه البنات ونطيحكم على ريسانكم. هنا فيها لو باني تاعها هذا كيما راكم تشوفوا، يرفد حوالي 700 غرام تاع لي فريت، يعني بوغ اون فامي تاع كيما حنا مثلا خمسه من الناس، يعني تقلي زوج خطرات ديري زوج قليات يكفوك. شوفوا الباني تاعها يعني سهله في التنقيه البنات، تفوت في لافيسيل يعني عندهم لافيسيل تفوت فاسيلمون. هنا عندكم هذه لا ريزيستانس تاعكم تشوفوا تتنحى باش تغسلوها تمسحوها يتوسا، هذه ما تنغسلش باغ كونطخ يعني تتمسح برك، يعني هادو تقدروا برغوه ليبونج تعصروا ليبونج ديروا فيها الرغوه تعصروها مليح وتفوتوا عليها يعني تمسحوا وتعاودوا تمسحوها يعني بصح ما تغطسوهاش في الماء. عندكم ها هي لا كيف تاعها البنات اللي كنت نقول لكم عليها، شوفوا تتنحى كي تكملوا لي فريت تاعكم، تفرغوها من الزيت تغسلوها وتعاودوا تردوها نورمال. هذه كيف هاد لابارتي تنغسل البنات، لابارتي التحتانيه كيما راكم تشوفوا هذه تنغسل عادي. هاد لا فريتوز البنات الحاجه اللي بالك كاين اللي ديجا راهم شايفينها، انا ما نكذبش عليكم هذا وين مرقت لها كيما يقولوا، هذا وين فقت لها. شوفوا البنات واش فيها السيستم اللي دايرينه هنايا، عندكم كي تكملوا القليان فيها سيستم البنات تصفي الزيت وفيها ان ريزيرفوار باش تخبوا فيه. شوفوا هنايا هذا هنايا لداخل البنات فيها صفايه، كي تكملوا القليان عندكم هنا هاد لي بوتون تفوتوا هنا ديروا هنايا اوتوماتيك ويل فيلتراسيون. هنا البنات هي وحدها تصفي الزيت،
فيها هذا تصفي لكم يعني الزيت، تهبط الزيت وحده تخلوها تبرد دابور كي تقلو فيها، كي تطفوها خلو الزيت تاعكم تبرد، ومن بعد ديروا هنايا اوتوماتيك ويل فيلتراسيون، دوروا هنايا عندكم اصلا نزومي لكم البنات باش تفهموني على واش راني نهضر. فوالا هذه قطره تاع الماء البنات قلت لكم، فوالا هنا فيها هذه اوتوماتيك ويل فيلتراسيون راكم تشوفوا، تدركوا هنايا حتى تهبط لكم كامل الزيت، تعاودوا ترجعوا هنايا ويل بوكس، و شوفوا البنات هذا سي ان ريزيرفوار، يعني تخلوا الزيت تاعكم فيه. شوفوا البنات شوفوا الزيت كي تصفى تخرج كاع الشوائب هذوك اللي يكونوا في الزيت في المقلات، يقعدوا هنا الا تبغوا تفرغوها. شوفوا دايرين لكم حتى سيستم، دايرين لكم حتى سيستم هنا، شوفوا هنا هذا البوشون باش تخبوا الزيت تاعكم في القرعه، ولا تبغوا تخلوها داخل الريزيرفوار تخلوها. مي دابور البنات لازم تخلوا الزيت تبرد، راكم تعرفوا بلي البلاستيك ما لازمش نديروا فيه صوالح اللي سخونين، يعني راح تولي فيه ماده مسرطنه. فوالا وتعاودوا تردوها كيما راكم تشوفوا البنات، يعني هنا الزيت تاعكم تقعد بروبر ولا فريتوز تقعد نقيه. هذه هي البنات. وفيما يخص الثمن تاعها سي فري كو ثمن شويه مرتفع، يعني دير دون لي 80 يورو هكاك. انا شريتها من موقع سيدي سكونت، شريتها وخلصت لي فري دو بور سيتي يعني الثمن تاع الشحن كان حوالي 8 اورو. المهم طاحت لي ما نكذبش عليكم ميم بلي فري دو بور طاحت لي يعني قل من الثمن في المحلات الاخرى، باسكو كاينه بارتو، كاينه في بولونجي، كاينه الله اعلم في اوشان، كاينه في موقع امازون، مي ما نكذبش عليكم سي ديسكونت كانت هي اللي فيه الثمن المناسب كاع. كيما قلت لكم كانت اختارت قصتني وحده على الموقع اللي نشري منه. انا ما نكذبش عليكم البنات، شوفوا كي تكون حاجه كبيره في الالكتروميناجي باغ اكزومبل كيما لا ماشينه لافي ساش لانج ولا هذو، جو بريفير نروح نشري ديريكتومون من الماغازان هكا على جال سيرفيس ابري فونت، تبغي تريكلامي تعرفي وين تروحي تريكلامي تو سا، ما نشريش من مواقع الانترنت ما نكذبش عليكم. كي يكونوا دي بتيت اباري هكا كيما هك بيتران ولا هذو صالح منا ما نكذبش عليكم، راكم رديتو لي راكم يعني راني انا نقاسم معكم كلش وبالتفصيل الممل، نشري من سيدي سكونت، موقع سيدي سكونت موقع امازون فيه ثاني لي بري ملاح، مي بون سيدي سكونت فيه لا فاسيليتي دو بايمون يعني تخلصوا على شحال من خطره، موقع امازون كيف كيف مي توجور نصيب يعني لافونتاج في سيدي سكونت، يعني اللي يبغي يشري موقع سيدي سكونت تقدروا تشرو منه وانتم مهنيين، يعني موقع رائع. موقع امازون كيف كيف ثاني تقدروا تشرو منه وانتم مهنيين. مي البنات دائما كي نوصيكم ونعاود كي تبغوا تشرو حاجه توجور روحوا روحوا سيغ جوجل تكتبوا الحاجه اللي راكم باغيين تشروها الموديل الماركه، وثم تخرج لكم يخرجوا لكم كامل المواقع ولا المحلات ولا اللي يبيعوا هذاك لارتيكل، وانتم وحدكم ديروا المقارنه تاع الثمن تعرفوا وين تقدروا تصيبوا هذيك الحاجه رخيصه وين سافو لكو وين سافو با لكو. هذه توجور نقولها لكم. ونزيد لكم نصيحه البنات بالك سي اور سوجي بون سي با اور سوجي بون تعرفوني نهضر بزاف سعفوني وخلاص. فيما يخص البنات اللي غير كيما تزوجوا وحده اللي تحوس تعمر دارها، نعطيكم نصيحه البنات كي تروحوا تشرو انفستو في صوالح اللي غاليين، يعني كيما حنا نقولوا استثمار، كي تبغوا تشرو صوالح اللي عليهم الاساس، يعني كيما نقولوا الفريجيدير كويزينير ماشينا لافي، هذو صوالح اللي فريمون اساسيين في الدار، ما نقولوا لا فيسل استثناء، كاين اللي تبان له حاجه ثانويه يعني ماهوش ضروري بزاف، كيما كي نجو نقارنوا سي فغي مع لا ماشينا لافي، يعني الماشينا لافي ضروري لافلانج ضروري على لا فيسل، يعني كي تجو تشرو هذوك هما الصوالح اللي يحطوا فيهم دراهم كبار، يعني تحطوا فيهم دراهم كبار يعني يشرو لا كاليتي، شرو حاجه مليحه. مي هادو لي بريكول صوالح وحده اخرين كيما هذه لا فريتوز، انا مانيش نقول لكم شرو سبيسيالمون هادو، يعني انا البنات اني نوري لكم لو موديل اللي مليح، نعطيكم نصيحه شرو هاد لو موديل، يعني هادو لي يجوا هكا مستطيل اينوكس باسكو ساهلين في لونتروتيان، ساهلين في النقاوات تاعهم. انا كانت عندي وحده تاع البلاستيك، صدقوني البنات مع البنات مع الوقت عفوا راكم رايحين تملوها وترموها،
راكم رايحين تملوا يتراكموا فيها بزاف الدهون، راكم رايحين تملوها. مي انا هادو ديجا راهي عندي تجربه معاهم، كيما قلت لكم هذيك المونينه كستاعي راهي في عام راهي عندي. ما نكذبش عليكم البنات، لونتروتيا تاعها ولا اسهل، يعني ديروا ان برودوي ديغريسون نورمال دي كابفور ولا هذاك، تستعملوه وتحكوها تنقوها وترفدوها، يعني ما كان حتى مشكل. عكس هذوك تاع البلاستيك اللي يتوسخوا بزاف، فيهم لي جوان، فيهم بزاف دي ديتاي اللي يعذبوكم في التنقيه. هذه هي البنات فيما يخص الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يا ربي يكون نال اعجابكم، نتمنى ان شاء الله يكون خفيف عليكم. نقولكم تهلاو في روحكم والى فيديو قادم ان شاء الله.